اهلا بحضراتكم من جديد. بنستأنف حوارنا مع كابتن محمد الالفي، طبعا غني عن التعريف ونجم النجوم في كرة اليد المصرية. كابتن، يمكن كنا بنتكلم عن الصلاة، الاستعداد، طب التدريب يا كابتن، 32 فرقة اتمرنوا فين؟ 32 فرقة يتمرنوا فين؟ انت كل فرقة بتلعب في صالة، يعني مثلا فرقة السويد بتلعب في الاستاد، صالة واحد ليها تمرين واحد في الصالة الرئيسية. كويس؟ لا ثانية، تمرين واحد في الدورة، في الدورة كلها. يعني قبل أول ماتش ولا قبل كل ماتش؟ هم ما بيجوا من السفر ليهم تمرينة يتمرنوا فيها. كويس؟ تمام. بيجي يتمرن، عايز يتمرن الصبح في، بالنسبة للاستاد القاهرة، في الاستاد في صالة 2 اللي هي الصالة الصغيرة، صالة فرعية، صالة هاندبول. كويس؟ 3 و4 هتلاقي بقى ليها بطولة عالم دي عشان تبقى فاهم. 3 و4 لا، 3 و4 صغيرين. تمام. وبعدين صالة اتحاد الشرطة الرياضي هايلة. كويس؟ جددناها خالص، تجددت كمان. واوض اللبس طبعا، انتوا الباسكت هيروح يلعب فيها. لا احنا بص، احنا هناخد وراكم على طول الحاجات دي، دوري بقى وكاس وكله، بس احنا مستنيين بطولة. والصالة بتاعت الجيش اللي هي طلائع الجيش، اللي هي بتاعت اللي هي جنب الدار الهيئة الهندسية. ايوه، منشيت البكري، منشيت البكري برضه اتنضفت وبقت جديدة لانج. كويس؟ دي صالة التدريب، دي صالة التدريب في بتوع الاستاد، في المجموعتين بتوع الاستاد. جميل. مجموعة العاصمة الإدارية برضه تمرين واحد في الصالة الرئيسية، وفي صالة فرعية فين؟ في نفس المجمع بتاع البتاع ده اللي شفناها، اللي هي بتاع ذوي الاحتياجات، بس باركيه هي. جبنا لها جونين وعملوا لها شبك ورد بتاع واشتغلت خلاص. كويس. تالت صالة اللي هي بتاعت نادي هليوبلس، انها بينها وبينهم بالظبط 8 دقايق. صالة هليوبلس اللي هو في الشروق، اللي في الشروق. اللي في الشروق. معايا الصاله في مصر الجديده. مصر الجديده خلاص اتخنقت. هليوبلس وحضرتك قاعد على طول هناك في هليوبلس. انا قاعد في الشروق على طول. ما انا عارف. لا الشروق دلوقتي برجع لاولادي خميس وجمعه. حضرتك طبعا ماسك رئيس جهاز كره اليد في هليوبلس، فطبعا يعني حضرتك قاعد هناك على طول في فرع الشروق. تيجي بقى الايه، لو عايز تتكلم على هليوبلس انا ممكن يومين ثلاثه نتكلم. صاله 6 اكتوبر فيها صالة فرعية، يعني الصالة اللي هي المين هول دي بيتمرنوا فيها، وفي صالة فرعية في نفس الكومباوند، في نفس المكان. وفي صالة اللي هي بتاعت وزارة الشباب اللي هي مش هقول لك جنب أكتوبر. ايه اللي اسمها 6 اكتوبر الدولية، اللي بتلعب فيها الباسكت. بتلعب فيها الباسكت بس دي ارضيتها باركيه؟ لا، ما احنا رجعناها الايام دي. رجعتوها يا كابتن. ده الاتحاد السله هيتعب عشان يركب الباركيه ده. لا الباركيه راكب، ما هو راكب فوقيه. ما هو الباركيه تعمل زي البساط فوقيه. لا الباركيه بتاع الصاله مش هي، مش باركيه اصلا، بتهيألي هي ما كانتش باركيه، كانت ترتان. بس الباركيه بيجي يتركب، وبعدين جابوا الباركيه وعشان اتحاد الباسكت عملوه، ولو بيتعشى ده حطيت فوقيه اللي هو البساط بتاع. طب ده الحمد لله تفكتوش الباركيه. لا ده هو اصل انت دلوقتي ايه، ثلاث ارباع اللعيبه عندك في مصر وفي كل دول العالم بيجي لها زي الديسك، لان الارض ناشفه. فبدا الباركيه تحتيها يبقى فيه زي ايه، زي توازن كده، زي يعني في حركه كده، فبيبقى بيقلل من الاصابات بتاعه الركبه وبتاعه الظهر. صحيح. الصاله بقى بتاعه اسكندريه ما كانش، دورنا على صاله يعني يتمرنوا فيها، لقينا فيها البيت الكوميات دي في الماكس، صعب ان هم يوصلوا يتمرنوا الصبح زحمه كده وبتاع. فعملوا برضه الهيئه الهندسيه للجيش عملت صاله بالونيه جنب الصاله. ايه الجمال ده؟ جميله. زي بتاعه اتحاد الشرطه الرياضي زمان. زمان في صاله في اتحاد الشرطه الرياضي ما زالت بالونيه لغايه بتشتغل فيها لغايه دلوقتي. الشباب، مش الشباب، اللي هم مواليد 2004 و2006 بيلعبوا فيها. فبقى عندك في ايه، عندك 7 صالات فيها التدريب. يعني التدريب الصالات الرئيسيه للمباريات فقط، وليك تدريبه واحده قبل انطلاق المباراه عشان تشوف تاخد جو المباراه. الفرقه بقى مثلا ايه، فرقه جايه من اسكندريه دخلت على الاستاد تتمرن تمرينه برده في الصاله الرئيسيه، برده لانها جايه من اسكندريه. نفس الحكايه بالنسبه اللي رايح اكتوبر او رايح التواني بقى اللي هم ماشيين من العاصمه الاداريه رايح 6 اكتوبر. تمام. يروح رايح بتمرن تمرينه.